ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يسرع في القراءة حتى لا نكاد نفهم ما يقرأ في الفاتحة وما تيسر من القرآن؟ إذا كان يخل بقراءة الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه، أما إذا كان يسرع ولكن لا يخل ولا يسقط شيء من الحروف فلا بأس، مع من أصحته بأن يتمهل في القراءة.